المسرح الكويتي الواقع والطموح محور حلقة نقاشية جديدة ضمن أنشطة نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام، أحد أنشطة الملتقى الإعلامي العربي. الجلسة تناولت العديد من القضايا التي تخص الفن والإعلام وتحديداً المسرح الكويتي، وأبرز المعوقات التي تواجه الفنانين والكثير من القضايا الأخرى بمشاركة نخبة من الإعلاميين والشخصيات الفنية والثقافية والكتاب والصحفيين وأعضاء النادي. المزيد في تغطية كاميرا الأخبار. أرحب فيكم، أرحب ضيوفنا، وأرحب بالأساتذة الفنانين المشاركين معنا اليوم في هذه الجلسة حول المسرح الكويتي، الأمال والتطلعات، واللي راح يكون يعني حوار بمنتهى الأريحية والشفافية والوضوح والانفتاح، سواء من جانبهم أو من خلال الأسئلة اللي تحبون تتفضلون فيها. طبعا كلهم يعني غنيين عن التعريف، سواء استاذنا العزيز واخونا الحبيب الدكتور عبد العزيز مسلم، واستاذ عبد العزيز صفر، واستاذ خالد مظفر، كلهم نجوم، كلهم في مجاله وفي عمله، حتى لو كان في اختلاف فوارق زمنيه. وارحب فيكم مره ثانيه، ونبدا في هذا الحوار من المحور الرئيسي، واقع المسرح اليوم. ونبي نفس جديد، نفس فيه من الواقعية الكثير، وفيه العودة لمسرح لربما، وهذه سنة النشوء التطور، يكون أفضل من المسرح القديم. ما يصير إحنا نمشي لقدام ونظرتنا كلها للخلف. أعتقد يعني على مثل هذه الأعمال الجمهور والناس كلهم سوف يعودون إلى المسرح الكويتي. المسرح الكويتي كان يمثل عصب الحراك الثقافي في المجتمع عندنا بالستينات، اللي أنا حصرتها يعني وأواخر الخمسينات، والآن أنا أعتقد راح يعود بالمكونات اللي قاعد يقومون فيها الشباب في مسرح خالد. أمانة يعني تؤرخ وتسجل وتوثق، هناك كثير من الدراسات في الدراسات العليا سواء كان الماجستير والدكتوراه على ما يقدم الآن، فنرى ان الكويت كحجمها الصغير في العالم وبالنسبه للعالم العربي كنسبه وتناسب، ارى ان الكويت الاولى اليوم في المسرح رائده، والجيل الحالي هو يتشكل من ثلاث اجيال هم امتداد للرواد. ما يصير انا اقول حق الجمهور الشيء وهو يعني عشان اقول له الشيء اللي هو يعرفه، وهذا غلط. لازم اوري جانب اخر من العالم، فلسفه اخر، اوري القضيه بطريقه ثانيه، بطريقه فنيه يقدر هو يستفيد منها ويطرح منها التساؤلات، حتى لو يضحك يضحك من بعد ما يفكر، ما تكون ضحكة مجرد الضحكة. ترى باختصار أنا ما جيت بشيء جديد، أنا رجعت لأصل اللعبة، رجعت لأصل السالفة نفسها، إن المسرح يكون فيه ديكور وأزياء وبداية ووسط ونهاية وقصة وتمثيل وموسيقى. هذا شيء ما اخترعه خالد، هذا هو موجود بأصل المسرح. فالحين وين المشكلة؟ المشكلة أن شخص رجع لأصل اللعبة صار مميز،